الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ذكرى فاتح ماي كباقي النقابات الوطنية والدولية والعالمية، إلا أنه هذه السنة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اختارت أن تجعل هذا اليوم هو يوم احتجاجي، احتجاج على الأوضاع الكارثية اللي كيعيشها المغرب، أوضاع الأزمة الاقتصادية التي بالغت وحد درجات عليا لدرجة أن واحد الطبقة ولا واحد الفئة من المجتمع اللي هي الطبقة المتوسطة غادة في إطار الاندثار. لهذا الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اختارت أن تجعل من هذا اليوم اللي هو عيد اختارت أن تجعل منه يوما احتجاجيا، احتجاجي على المآلات التي آلت إليها الأوضاع في المغرب. لهذا اختارت شعار لا آت الثلاث في وجه هذه الحكومة، لا لضرب القدرة الشرائية للمواطنين، لا لتنصل من الاتفاقيات اللي وقعتها الحكومة، لا لقانون جديد للتقاعد، لا لضرب القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة أننا كنشوفوا الآن نسب التضخم اللي وصلت لواحد الدرجة لم يكن يتوقعها أي أحد، ولم يقل أي مركز من المراكز ديال الأبحاث أن هذه النسب توصل لدرجة أن مجموعة ديال الخضار، مجموعة ديال الفواكه وحتى اللحوم الحمراء أو البيضاء أو حتى الدجاج البيض ما بقاش كيعرف الطريق ديالو إلى موائد المواطنين والمواطنات، ولينا كنشاهدوا مناظر اللي هي كارثية داخل المجتمع وداخل الأسواق، لدرجة لقينا مواطنين كيمشيو يشريو بصلة وحدة حبة وحدة، كيشريو بطاطا وحدة جوج مطيشات. وهذا هو الأزمة، هذا هو المغرب الأخضر اللي كانوا كيقولوا لنا وكانوا كيبشرونا به، ثم لا لكذلك التنازل والتنصل من الاتفاقيات، أن هذه الحكومة تنصلت من كل الاتفاقيات والالتزامات اللي وقعتها مع المركزيات النقابية ومع النقابات القطاعية. في المقابل كنشوفوها أنها كتلبي كل الطلبات والمطالب ديال الكونفدرالية العامة ديال الباترونا وديال الباترونا وديال أرباب السوق، أنها كتدافع لهم على المصالح ديالهم عبر سن مجموعة ديال السياسات ديال الإعفاءات الضريبية، عبر كذلك عدم محاسبة الاحتكار والمحتكرين، عبر إغماض العين على ما يجري في أسواق المحروقات، وفي المقابل أنها كتغرق المواطن بالرفع من الضرائب وبعدم الزيادة في الأجور. كذلك لا القانون التقاعد الجديد لعيدير لاءات الثلاثة الخطيرة، وهي مزيد من العمل، مزيد من الاقتطاعات وقليل من الأجرة. فكنقولوا ما يمكنش المواطن المغربي والموظف والأجير هو اللي يدي الفاتورة ديال هذه الأزمة ديال التضخم. لهذا ككونفدرالية احنا ماشيين في المسلسل اللي حطيناه والبرنامج النضالي اللي سطراته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، واللي عيتوج بمسيرة وطنية من أجل الوصول إلى حلم كل المغاربة، مغرب الغد، مغرب الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. معكم ياسين بن سليمان، كاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، فرع طنجة أصيلة. اليوم كنخلدوا فاتح ماي أو كنحتفلوا فاتح ماي بالطعم المرارة، طعم الإقصاء، طعم الامتعاض، لأن بكل صراحة وكاين حزن كبير على ما آلت إليه الأوضاع، لا في الحوار الاجتماعي ولا كذلك في الحياة الاجتماعية اليومية ديالنا، خصوصا ارتفاع الأسعار وكذلك ضرب القدرة الشرائية. اليوم خرجنا كنقولوا لا وكفى، لا للزيادة في الأسعار، وكفى من هذا الظلم، من هذا التعسف، خصوصا أن هذه الحكومة الليبرالية المتوحشة اليوم أصبحت تمارس
ضغوطات كثيره على الشعب، كنبهوها كنقولوا لها راه حنا عينا صابرين وهذا الاحتقان غادي يوصل للمدى ديالو، وبالنسبه لنا حنا كعمال واجراء فما بقاش عندنا فين نصبروا، لان لا البنزين ولا كذلك القدره الشرائيه ما كناش قادرين عليها، لا زياده في الاجور ولا التراجع على الضريبه. اذا فين غادي نبين هذه الحكومه؟ حنا سؤال كنطرحوا عليهم، فين غادي يبين شنو باغيين منا؟ حتى العين واش باغيين شي حاجه اخرى؟ حنا ما بغيناهاش. مي اذا تفرضت علينا اولا الفتح ماي اللي ماضي كانت وعود، كانت وعود، حنا كنمشيو مع الوعود، بمعنى ان نقابه مواطنه كنسمعوا كنفهموا كنقدروا العسل ديال بلادنا، ما بغيولاش الفوضى ما بغيو حتى شي حاجه. مي عاوتاني كنسمعوا صوت القواعد ديالنا، كنسمعوا الناس اللي الشغيله كامله متضرره، انتم ما سمعتوهم كيفاش كيصيحوا كيفاش جاوا، واخا الشمس واخا الظروف الصعبه المناخيه، ولكن كيتواجدوا بقوه باش يقولوا لا. التغيير اللي تكلمتي عليه هو ان كان وعود لم يفيوا بها الحكومه، انتظرنا كثير 30 ابريل ولم غير جاوبوا غير ردوا بايه ولا لا، ما ردوش. اذا الامور غدا زعما زايد نقص، وهذا راه ماشي صحيح لا بالنسبه للوطن ديالنا ولا بالنسبه كذلك للسلم الاجتماعي، بالخصوص للسلم الاجتماعي، لان اذا مشينا حتى قسنا السلم الاجتماعي راه كنقصوا الامن ديال البلاد. وحنا كنقابه مواطنه كنقولوا لهذه الحكومه الله يجزيكم بخير، سمعوا كنقولوا الله يجزيكم بخير، شوفوا من حال الشغيله، شوفوا من حال هذا الشعب راه ما بقى عنده فين يصبر، وحتى حنا ما بقى عندنا فين يصبر. الطبقه المتوسطه راه غادي تندثر، الطبقه المتوسطه اللي كنتسمي ولا كتعليم مثلا بين قوسين بمعنى كنمثل التعليم راه غادي تندثر، غادي نوصلوا لدرجه التسميك خصوصا في القطاع الاضرابات وشي كامل، بقات الامور كتدهور. فكنقولوا للمره المليون كيف وقفوا هذا الشيء، وقفوا هذه العابات، وقفوا راكم كتعبتوا بامن البلاد. وتحيه كبيره لكم.